تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بافتتاح أكاديمية البادل العالمية في مملكة البحرين. ويأتي افتتاح هذه الأكاديمية انعكاسا للرؤية السامية لجلالة الملك المعظم في الارتقاء بالرياضة البحرينية وتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي، وترسيخا كذلك لالتزام الأكاديمية بتطوير رياضة البادل عبر توفير بيئة تدريبية بمعايير عالمية رفيعة المستوى، والذي يضعها في مصاف المراكز الرياضية العالمية القادرة على استضافة أبرز بطولات رياضة البادل. وبهذه المناسبة أكد السيد فهد فوزي كانو رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبادل بأن افتتاح أكاديمية البادل العالمية فرعهم الأول في المملكة يعتبر إضافة لمجتمع البادل، حيث يأتي هذا المشروع الرياضي الرائد تجسيدا لرؤية جلالة الملك المعظم الداعم الأول للحركة الرياضية. وفي هذا الصدد أعرب السيد علي العارف الرئيس التنفيذي لأكاديمية البادل العالمية عن اعتزازه بافتتاح أول فرع للأكاديمية في مملكة البحرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد محورية في مسيرة الأكاديمية الرامية إلى ترسيخ رياضة البادل وتعزيز حضورها في المنطقة. من جانبه أكد السيد علي دواني المدير العام لشركة كورت سايد سبورت أن استقطاب أكاديمية البادل العالمية لمملكة البحرين يجسد ثقتهم في البيئة الرياضية المزدهرة في المملكة.